أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، مشيرا وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية أن بعض الأسماء المقترحة في التعديل الوزاري الأخير تحوم حولها تهم فساد أو لها ملفات تضارب مصالح. وأضاف الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤديها اليمين، مبينا أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري. هناك من تم اقتراحه تتعلق به قضية فساد وللملف كاملا، وهناك ثلاثة آخرون لهم قضايا في تضارب المصالح، فاليمين التي يمكن أن تؤدى لا يمكن أن تؤدى من قبل من تعلقت به قضية أو يمكن أن تتعلق به قضايا في قادم الأيام. الرئيس التونسي شدد أيضا على ضرورة احترام الدستور، لكنه قال إنه يرى حاليا كيف يتم انتهاكه على حد قوله. هذه التصريحات تأتي عشية جلسة التصويت في البرلمان لمنح الثقة على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي. ولكن مؤسسات الدولة يجب أن تعمل وفق الدستور، فلا يطالب من رئيس الدولة أن يحترم الدستور وهو يرى بأم عينيه كيف يتم انتهاك الدستور. في ملف تونسي آخر، قال سامي الطاهري مساعد الأمين العام في الاتحاد العام التونسي للشغل التلفزيون العربي، قال إن النقابة العمالية لن تقبل الضغط على كتلة الأجور لأنها ستزيد في تدهور القدرة الشرائية للتونسيين. جاء ذلك ردا على دعوة صندوق النقد الدولي إلى ضبط كتلة الأجور، محذرا من عجز في الميزانية قد يبلغ 9%. وتعيش تونس أزمة مالية كبيرة جراء تداعيات فيروس كورونا، وتجد الحكومة صعوبة في إيجاد حلول له. تضيق الحلول والخيارات أمام الحكومة التونسية، لا بديل كما تقول على الاكتراث لسد عجزها المالي المتفاقم، موقف يضعها بين شروط صندوق النقد الدولي أحد أبرز مانحيها من الخارج وضغط اتحاد الشغل أعرق النقابات العمالية. الأول يدعو للضغط على كتلة الأجور وتجميد الانتدابات لدعمها، أما الثاني فيعلن رفضه القطعي له واستعداده لمواجهته. الاتحاد لن يقبل بذلك، سيكون في صف أي احتجاج يمكن أن ينطلق سواء من جهات أو من قطاعات من أجل الدفاع على حق الأجراء في العيش الكريم وحق الأجراء في أجور تمكنهم من أنهم يوفروا الاحتياجات نتاعهم الضرورية، وبلغنا هذا صندوق النقد الدولي. هذا ما تخشاه الحكومة، اللجوء إلى الشارع المتوتر أصلا، وتبحث في المقابل عن معادلة بديلة وصعبة ترضي الطرفين، فهي في حاجة إلى دعم خارجي لا مناص منه دون أن تخسر شركائها الاجتماعيين. ينظر خبراء الاقتصاد هنا بعين الريبة إلى دعوات صندوق النقد الدولي، محذرين من تداعياته الاقتصادية. انخراط هذه الحكومة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولي ستكلف المجموعة الوطنية والشعب التونسي، ستكلفه يعني مزيد تدهور المقدرة الشرائية، بمزيد ضرب منظومة الإنتاج وبالتفويت في المؤسسات العمومية. ووفق تقديرات رسمية فإن الموازنة العامة قد تبلغ عجزا قياسيا هذا العام، عجز يضاف إلى الركود التاريخي لنسبة النمو والارتفاع الكبير لنسبة الاستدانة الخارجية. كثيرا ما تتهم الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بالخضوع لشروط المانحين الدوليين مقابل إقراضها لحل أزمتها الاقتصادية، اقتراض أصبح شرا لا بد منه بحسب مسؤولين رغم ضريبته الاجتماعية والمالية. وسام الدعاسي، العربي، تونس.
ويبقى معنا مراسلنا وسام الدعاسي من تونس. أهلا بك وسام. كلام مهم جدا للرئيس قيس سعيد في المضمون وفي التوقيت. بداية ضعنا في صورة أهم النقاط التي وردت في خطابه اليوم، وأيضا ما هي انعكاسات هذا الخطاب وما جاء فيه على جلسة البرلمان غدا التي كان من المقرر أن يصوت فيها البرلمان على التعديل الوزاري الجديد. بالفعل نحن إزاء تصعيد شديد اللهجة من الرئيس التونسي قيس سعيد، وهي ربما حلقة جديدة من الصراع بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي عينه وكلفه لتقلد هذا المنصب. الرئيس قيس سعيد أعلن بشكل قاطع رفضه للتعديل الوزاري الذي أعلنه هشام المشيشي مؤخرا، وطال 11 حقيبة وزارية، وذلك عشية جلسة برلمانية سيعقدها البرلمان غدا للمصادقة على هذا التعديل. الرئيس قيس سعيد قال إن هذا التعديل غير دستوري، مناف لبعض الإجراءات الدستورية، وذلك بحجة تضمنه لعدد من الوزارات تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح، شبهات فساد، وهي التهمة التي أتيح أو أدت إلى الإطاحة بالرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ. الرئيس قيس سعيد يذهب أبعد من ذلك بالقول إن من تحوم حوله شبهات فساد لا يمكن أن يؤدي اليمين أو القسم الدستوري حتى في حال مصادقة البرلمان على هذا التعديل، الذي قال إن الجلسة البرلمان هي في حد ذاتها غير دستورية باعتبار أن هذه أو أن يعني النظام الداخلي البرلماني ينص على ضرورة مصادقة البرلمان وليس الدستور، بالتالي هو يتحدث عن أن هذا التعديل هو غير الدستوري، وربما هذه هي حلقة جديدة من الخلافات. بالتالي نحن أمام مأزق سياسي ودستوري أمام رئيس الحكومة وأمام البرلمان. نعم. كذلك كيف سيتعامل البرلمان مع هذا التعديل؟ هل سيمضي في المصادقة غدا؟ هل سيمضي رئيس الحكومة في ربما استبعاد الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد؟ غدا سنعرف ما إذا كان رئيس الحكومة سيتجه في التصعيد كما اتجه رئيس الجمهورية قيس سعيد ويمضي بهذا التعديل إلى البرلمان للحصول على ثقة البرلمان، وبالتالي قد نشهد مواجهة من نوع آخر بين مؤسسات الدولة. إلى حد الآن لا يعرف استتباعات وتبعات هذه المواجهة التي كانت ربما تدور في الخفاء. نحن أمام خلافات وصراعات علنية بين مؤسسات الدولة وخصوصا بين رئيسي الحكومة والجمهورية، وأمام تصريحات غير مسبوقة والتصعيد غير مسبوق من الرئيس قيس سعيد. شكرا لك وسام دعاسي مراسلنا في تونس على هذه الإحاطة.